براد عبد الغني الكاتب العام للجمعية الوطنية للنقل الحديث. شنو هي التوصيات ولا المقترحات اللي خرجت بها الندوه الصحفيه؟ خرجت اليوم كاتبين الراي العام المشاكل ديال اللي كيعيش بها قطاع النقل البضائع بالموانئ وبالطرق المغربيه. كذلك كنوجهوا الدعوه ديالنا للحكومه اللي كتشرف على هذا القطاع هذا باش انه تكون عندها واحد الاذن صاغيه وتسنط المشاكل ديالنا، لانه حنا خرجنا بتوصيات ولكن حنا ما بغيناش هاد التوصيات نوصلوا بها، لانه حنا اليوم انفدنا جميع الابواب للحوار تسدات في وجهنا واضطرينا انه نديروا هاد الندوه الصحفيه. علاش؟ باش الا ما كانش واحد ما فتحات واحد الباب ديال الحوار غنضطروا نلجؤوا لوسائل اخرى، واللي منها اشار لها الاخ نجيب انه غنكونوا مجبرين باش نديروا اضراب عام. فلهذا اناشد جميع الضمائر الحية لفتح حوار جاد ومسؤول لإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس وللرقي به للأمام. المهنيين كنطلب منهم أنهم يوحدوا الرؤية ويوحدوا الكلمة ديالهم باش لعل وعسى إن شاء الله نحسنوا الوضعية ديال هذا القطاع هذا. وشكرا.